وابوي طفش منه ومستحي انه يواجهك ويقول له انه خسر من جديد. ايه بس انا ادري ان ابوك خسر وهو اللي قال لي بنفسه. مو هنا مصيبه. المصيبه انك جالسه تذكرين بخسارته كل دقيقه وساعه مثل منبه الجوال. حنا اللي ما رحمناه يمه. ابوي كل ما سوى شيء بسيط حسبناه عليه. حتى يوم ما جاء يحاول يعدل علاقته ببيت عمي تحزبنا ووقفنا ضده. ولا حتى لو جاء بيقول لنا رايه بشيء همشناه، الغينا وجوده وهو موجود، يعني موتناه وهو حي. زيد، وش مناسبة محاضرتك هذه؟ مو انت اللي ارسلته على اساس انه عندك شغل؟ وش معنى كلامك هذا؟ يعني ابوك انحاش وانتوا قاعدين تكذبون علي؟ لا يم، ما كذبنا عليك بشيء، وفعلا ترانا ارسلناه العمل. اجل وش معنى كلامك؟ اقلقتني. تطمني يما، ما في شيء. استخيلك ارحميه، ارحميه من المشاكل اللي حنا انفسنا عجزنا لنحلها. يعني بالله عليك لو ابوي رجع الحين وش بيقدر يسوي؟ يبي يرجع ترف لولدك الكبير اللي طلقها، ولا بيحل مشكلتي انا ومشاعر اللي معي لتشوفني، ولا بيرجع لك بنتك ساره للبيت، ولا بيعقل لك سيف اللي ما نشوفه الا في الاعياد والمناسبات. يمه لا تتعبين نفسك، والله ثم والله مشاكلنا انه ما يحلها لا ابوي ولا غيره.